هي راس مالنا، وهادشي علاش ماد راديو الاذاعه القريبه منكم فكرت تعطي وقت اكبر للصحه ديالكم وتجاوب على تساؤلاتكم. هادشي علاش غادي نتلاقاو كل نهار من 2 حتى للجمعه من 9 حتى ل 11. الساعه الاولى غادي يكونوا حاضرين معنا اطباء اللي غادي يكونوا من اختصاصات عديده اللي كتهمكم وكتقيسكم سواء في المدينه ولا في القريه. اما الساعه الثانيه غادي تكون رفقه الاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه في اطار الطب الوقائي، ومعاه غادي نصحوا عاداتنا الغذائيه وايضا هي تكمله للتوعيه اللي استفدنا منها رفقه الاطباء ديالنا. اذا كونوا في الموعد، غادي نكونوا معكم كل نهار من 2 حتى الجمعه من 9 حتى ل 11 على ميد راديو.